من طرق العامة عن أحمد بن حنبل عن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتلك. السؤال الذي ربما يخطر إلى الأذهان: ليش النبي يصفهما بالأشقى؟ أشقى الأولين وأشقى الآخرين. لاحظوا أحيانا الإنسان إذا يرتكب جريمة عند فرد مصلحة فهو شقي، أما المجرم الذي لا مصلحة له في ارتكاب الجريمة هذا شقد عنده خبث ذاتي، بحيث عنده تولع في ارتكاب الجريمة وإن لم يكن له مصلحة. ذولا عاقر الناقل وابن ملجم هكذا كان خبثه الذاتي. ابن ملجم في قتل أمير المؤمنين شنو المصلحة اللي حصلها؟ معاوية استفاد منها، أما هو شنو؟ ثاني يوم ثالث يوم قتله الإمام الحسن. أشقى ما سمته الروايات شقي، يعني هو شقي بالفعل، ولكن أشقى لأنه فعل شيئا من دون أن ينتفع هو به، فليس إلا زيادة الخبث الذاتي فيه وميله إلى الجريمة. لعل من عجائب ما ورد قول ابن عباس قال: كان عبد الرحمن ابن ملجم ولد قدار عاقر الناقة، اللي هذا يشير إلى أنه من نسله هذا، وقصتهما واحدة. ابن عباس يقول: لأن قدار عشق امرأة يقال لها رباب، في بعض الروايات قطام طبعا، كما عشق ابن ملجم قطام، فحتى في تسمية النساء هم هناك تشابه. إذن في هذا دلالة على أن الشجرة الخبيثة تنبت الخباثة، وأن الذي يفرغ حبه قلبه من حب الله وأوليائه يبتلى بمثل هذه الفتن. في المناقب قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن ملجم لما جاء الناس يبايعون الإمام، الإمام قال له: هل أخبرتك أمك أنها حملت بك وهي طامث؟ قبل البيعة هذا أيضا من أخبار الغيب. قال: نعم. قال: بايع. هذا تنبيه كان للناس، اعرفوا عدوكم من هو. قال: بايع. فبايع. ثم قال أمير المؤمنين: خلوا سبيله. وقد سمعه لما أخلوا سبيله وهو يخرج، أمير المؤمنين سمعه يقول: لأضربن عليا بسيفي. هذا خبيث إذا أبعد الحدود. في هاي القضية دلائل هامة. الدلالة الأولى أن مبغضي علي عليه السلام منشأهم حرام، وهذا متواتر في الروايات. الدلالة الثانية أن هذه القضية، يعني قتل ابن ملجم لأمير المؤمنين، هذه قضية كان الناس يعرفونها، وأمير المؤمنين هم كشفها، وحتى في يوم البيعة أخبر بها، ولذا أمير المؤمنين قال: خلوا سبيله. لما يقول لأضربن عليا بسيفي هذا، الناس يتفرجوا له، أخذوه. أمير المؤمنين قال: خلوا سبيله، خليه. الدلالة الثالثة، لاحظوا هذا الموقف اللي اتخذه أمير المؤمنين، ليس له نظير في تاريخ الحكام والملوك أبدا. بس آل محمد لا يتصرفون بعدوهم شيء قبل ارتكاب الجناية. أولياء الله ينفذون أوامر الله، المقدرات الإلهية عليهم شنو يستسلمون ويذعنون لها مع علمهم بذلك، وهذه عظمة أخرى من وجوه العظمة فيهم عليهم السلام. الروايات التي وصفت قدار بأنه أشقى الأولين، ووصفت ابن ملجم أشقى الآخرين، لكن في رواية أخرى ابن ملجم أشقى الأولين والآخرين.